لقد كان ميلاد جامعة النيل بمثابة بداية خلاقة على صعيد العلم والتكنولوجيا، فقد تأسست الجامعة عام 2006 لتنافس على المستوى الدولي أنظمة التعليم المتطورة التي تعتمد على الأبحاث المتخصصة في علوم الهندسة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال بهدف الوصول إلى أعلى مستوى علمي لتخريج الباحثين من طلبة الماجستير وإعداد طلاب الدكتوراه. أنا محمد عبد الغني، خدت بكالوريوس من هندسة اسكندرية قسم كوميونيكيشن إلكترونكس. جيت هنا جامعة النيل، خدت درجة الماستر اوف ساينس من وايرلس تكنولوجي بروجرام، والسنة الجاية إن شاء الله مسافر يونيفرستي اوف كاليفورنيا ايرفاين في سكولرشيب للبي اتش دي ديجري إن شاء الله. أنا آيات أحمد، خريجة هندسة القاهرة قسم الكمبيوتر. أنا جيت جامعة النيل من سنتين، خلال السنتين دول خدت الماستر اوف ساينس ديجري، ومسافرة دلوقتي هاي ستيت يونيفرسيتي، جات لي منحة هناك فيلوشيب اوفر يعني عشان اكمل البي اتش دي. الجامعة ساعدتني ان انا اعمل ريسيرش كويس واعمل بابليكيشنز، وادتني فرصة كويسة ان انا اسافر يعني ان انا اعمل بي اتش دي، يعني هي ساعدتني ان يجي لي الاوفر ده. انا كريم ابو المكارم، اتخرجت من هندسه اتصالات جامعه القاهره، عملت الماسترز بتاعتي في جامعه النيل، ومسافر اوهاي ستيت يونيفرسيتي، جات لي فيلوشيب عشان اكمل دراستي، اكمل بي اتش دي. يمكن اللي ساعدتني فيه جامعه النيل في الماسترز الكابابيلتيز والبروفيسورز ومستوى الريسيرش، ساعدني كتير ان انا اعمل ببليكيشنز واوصل ان انا اسافر فيلوشيب في اوهاي ستيت يونيفرسيتي. والآن تفتح جامعة النيل أبوابها لأول مرة لطلاب الثانوية العامة في أربعة برامج متخصصة في العلوم الهندسية وإدارة الأعمال للحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسبات وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والهندسة الصناعية والخدمية وإدارة الأعمال. إن الفكرة التي تأسست عليها جامعة النيل تعتمد على ربط الجامعة المصرية بأرقى الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية لتكون جامعة بحثية تضم أساتذة وعلماء متخصصين في مجالات العلوم الهندسية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق الارتباط الشرطي بين التعليم التكنولوجي والواقع المهني في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية ومجتمع المعلومات في مصر. لقد تأسست جامعة النيل على أحدث الأسس العلمية والبحثية المعمول بها في العالم، حيث اشترك في تأسيس البرامج العلمية داخل الجامعة نخبة متميزة من أبناء مصر الذين درسوا وعملوا في أكبر جامعات العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ممن ساهموا بالمئات من الأبحاث العلمية في النشرات العلمية والمؤتمرات العالمية. لقد استطاعت جامعة النيل خلال عامين هو عمرها الزمني أن تصنع اسماً علمياً مرموقاً يتناسب وحجم اسمها الكبير، جامعة النيل، حيث يفخر بها كل من يعمل ومن يلتحق، حيث تستحقها مصر وتستحق هي المكانة العلمية التي تسعى إليها. إننا ننظر إلى المستقبل وننظر إلى جامعة النيل وإلى آفاق جديدة لمستقبل أبنائنا.